صراحة قبلنا هذا هذه المهمة، ولكن نعرف صعوبة المهمة هذه اللي ماهوش سهلة، خاصة يعني ما حسابيا رانا شوية بعد بارابول لي زيكيب اللي راهم مور ليغا، ولكن ثقتنا كبيرة، واش في أنا عندي ثقة، المسؤولين عندهم ثقة كبيرة، اللاعبين حتى يعني هناك روح جديدة انبعثت في مأسية اللاعبين تاعنا. إن شاء الله نعملوا الحكيمة نقول احنا نعملوا المستحيل، خاصة مازال يعني هناك يعني توت اون فاز روتور، مازال باقي 19 مقابلة زايد المقابلة المتأخرة، إذا هناك دائما أمل، أمل يعني باش هذا الفريق يقدر يحصل عدد أكبر من النقاط في مرحلة العودة، ولكن دائما نقول بتضافر الجهود، ما لازمش كيما نقول لك أوكور دو لا روت يعني نخلوا هذا الفريق أبوندوني، لازم نرافقوا هذا الفريق بكل ما عندنا. سواء احنا من الناحيه الفنيه احنا كستاف تكنيك نحاولوا باش نخدموا خدمتنا، الاداره ثاني تعمل العمل تاعها من ناحيه التحفيزات، من ناحيه المراقبه تاع اللاعبين، حتى انتم الصحافه يعني عندكم ثاني دور كبير حتى يعني اللي اعرف هذا الفريق، وما ننسوش بطبيعه الحال هما المناصرين هما يعني كيف نقول هما القاعده هما العنصر الفعال في هذا الفريق. ده المهم تاعو قبل ما يمضي العقد، المدرب قبل ما يلتحق بالعريضه راهو عين اللاعبين، وتكلم، كانت ليه مكالمه ومحادثه مع اللاعبين، وين شاف فيهم روح انهم حابين يعملوا ويمشيوا لقدام باش يرجع الفريق للسكه. احنا اليوم راه مضى المدرب بالعقد بصفه رسميه. رئيس بالنسبه لقرار الرابطه، خدات قرار بدون ما تاخذ راي شبيب اسكندريه. احنا بالنسبه للموضوع هذا ربما احنا الانصار ربما هما اللي كانوا يقولوا راه ما عجبهمش الامر الانصار، لانهم كانوا ينتظروا في الفريق تاعهم بعد مجيء المدرب القادر سي حجار باش يكون الانتصار الثاني، لانه حضرنا المقابله فعلا كما قال لكم المدرب، حضرنا المقابله جيدا، حضرنا لها من جميع الجوانب تاعها، اللاعبين دخلوا في جو المقابله، حتى المدرب حتى الاداره دخلنا في جو المقابله باش نحققوا النتيجه، الا انه تفاجئنا. احنا نقولوا رانا تفاجئنا البارحه وين السكرتير العام الكاتب العام تاع الرابطه اتصل بالكاتب العام تاع الاداره على الساعه الرابعه، وخبروا راهو اختار فقط، راهو كان اختار بتاجيل المقابله. حنا راهم ما كان حتى جهه رسلت الاداره باش تطلب تاخذ رايها، ما خداوش راينا، ما كاش لقينا التاجيل في قبل المقابله ب 48 ساعه. هذا القرار انا نشوفه كرئيس فريق نشوفه انه قرار مشحف في حقنا، ولكن احنا بالنسبه لوفاق الصيف، احنا ما عندنا حتى اشكال مع وفاق الصيف، بالعكس وفاق الصيف اللي راهو فريق عريق ويمثل الوطن خارج في المحافل الدوليه. احنا الظروف هذه تمنينا لو كانت قبل اسبوع وراسلونا، احنا كفريق احنا رايحين نراعيو الظروف ونراعيو الفريق هذا تاع وفاق الصيف اللي عنده مقابله مهمه يوم الاربعاء، ما كناش رايحين نتقبلوا الامر، ولكن قبل 48 ساعة يفاجئونا بقرار رانا نشوفوه راهو مشحف وما عندنا واش راح نقولوا. احنا رانا درنا الطعن. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.